الله الرحمن الرحيم. كنت سألتك او كنت قلت لك يا اسلام المره اللي فاتت، ابقى فكرني نقول حاجه اسمها في ال اس ام، صح؟ لا والله خدش بالي، انا لسه ما انا مجهزها. اكيد، استنى كده. الفي ال اس ام انا شفت يا هندسه، على فكره ما شفتش دي. طيب طب تمام، نبقى نشوفها مع بعض ان شاء الله في الاخر. عايزين نتكلم بقى النهارده عن حاجه. انا مديك لاب زي ده، يعني لاب زي اللي انت شايفه قدام حضرتك ده كده. يا ترى، خد بالك انا قايل لك في هنا، يعني انا شارد هنا شده وقفله، تعرفوا ان هنا في سويتش ومجموعه اجهزه. بقول لك في هنا 60 بي سي، هنا برضو 60 بي سي، هنا برضو 60 بي سي، في هنا خمس اجهزه، في هنا برضو خمس اجهزه في الشبكه دي. يا ترى لو انا اديتك الاي بي ده، او قبل ما اديك الاي بي ده يا اسلام، الشبكه اللي قدامك دي او الرسمه اللي قدامك دي فيها كام نتورك، فيها كام شبكه؟ الله عليك الله عليك الله عليك. هستأذنكم ثانية واحدة. أخونا نبيل بيقول إن هم 10 شبكات، فعلا صح. حد معترض على إنهم 10 شبكات يا رجالة؟ يا رجاله بالظبط، فعلا لو جيت تحسب، ادي لان، ادي شبكه، ادي كمان شبكه، 2 3 4 5، وفي كمان كام توصيله هنا، 1 2 3 4 5، 5 شبكات. فالاجمالي كله كام؟ 10. طيب انا دلوقتي اديتك الاي بي ده، ماشي كده يا عم نبيل؟ اديتك الاي بي ده وبقول لك قطعه ووزعه على الرسمه دي، قطعه ووزعه على الرسمه دي. حد فيكم يعرف يقطعه ويوزعه؟ طيب كان فاكر كنت بتقطع ازاي اخ نبيل؟ الله عليك الله عليك، تمام. طب اشتغلوا كده، انا هوقف التصوير وهسيبكم تشتغلوا ونتكلم كمان 3 دقايق، بحيث تكونوا خلصتوا او حليتوا المسألة دي. هسيبكم تحلوها 3 دقايق بالظبط، ادخل معاك الوقت الساعة 9:27، 9:30 ان شاء الله بالظبط اكلمك على طول. يلا اشتغل، الرسمة قدامك واشتغل فيها. إلى أي شيء وصلتم يا شباب؟ وصلت لكام شبكة يا عم نبيل؟ كفوا ازاي؟ عملت ايه؟ طب قول لي قطعت ازاي؟ طب ماشي، انت بتقول 62، هتقول هم اصلا يعني مثلا 60 هوست، صح؟ واثنين طيارين لو تفتكر، النتورك والبرودكاست، والمفروض نقول له واحد. مين الواحد ده؟ الجيت واي ده، الاي بي اللي هنا بتاع ده. بس ما علينا، هيبقوا 62 او 63 مش هتفرق يعني. انت طلعتها 62. 62 بتساوي ايه؟ 2 اس كام؟ حلو، لغايه كده انت ماشي مظبوط. طب وبعدين عملت ايه؟ السبنت ماسك يبقى 205 بالظبط كده، 255 255 ست وحايد، صح كده؟ الرقم ده بكام؟
اسف اسف صح، انت صح. هو المفروض كان الماسك 1 2 3 4، 1 2 3 4 هتاخد دول، دول الستة بت ودول الوحدين، يبقى الرقم بتتكلم في 192، 255، 255، 192. مظبوط كده يا عم نبيل؟ ها وبعدين عملت ايه؟ يبقى البلوك سايز، الله يفتح عليك، يبقى الهوب كاونت بتاعتنا او البلوك سايز بتاعتك 256 ناقص ال 192 يديك 64. طب وبعدين؟ ده يبقى اول شبكه، يبقى اول شبكه 200.1.1.0 سلاش، يبقى سلاش بقى 26 صح كده. الشبكه الثانيه 200.1.1.64 سلاش 26. الشبكه الثالثه 200.1.1.128 سلاش 26 صح. الشبكه الرابعه 200.1.1.128 64 192 سلاش 26 صح كده. طب خلصت؟ مهم. الله الله عليك، انت دخلت، انت كده دخلت في الفي ال اس ال. طب طب ماشي. بصوا يا جماعه، معظم الناس اللي يمكن اخونا نبيل عنده خلفيه عن الموضوع ده، بس اخواننا هتلاقيك لما تيجي تقطع هتبص لها بعد ال 192، لما تيجي تزود 64 بقت 256. خلصت خلاص يعني. من الاخر كده الاي بي ده لو انت قطعت على 64 هوست في كل شبكه هيديك من الاخر كده اربع شبكات، ادي 1 2 3 4. يبقى دي مين يا عم نبيل؟ ادي 1 2 3، تحط الرابعه هنا وخلاص كده. كل سنه وانت طيب. طب يا باشمهندس الشبكه دي خلاص، ودي خلاص ما عادش، الايبهات خلصت، الايبهات خلصت انها تكفي هنا ما عادش. طب واحد يقول لك طب ما عادش ازاي؟ ما ينفعش ان انا دلوقتي اقطعها قدامكم تقطيع تكفي وتفيض. ليه؟ لان مش من منطقي، يعني من منطقي انك تحط هنا 64 اي بي وهنا 64 اي بي وهنا 64 اي بي، بس مش من المنطقي انك تحط هنا كام يا عم نبيل؟ 64، لان هنا كل اللي انت محتاجه اي بي هنا واي بي هنا واثنين طايرين، يعني انت محتاج اربعه تديها 64 يا مفتري. 64. طب ايه الحل يا باشمهندس؟ الحل ان لو الشبكه فيها ايبهات كتير اقطع لها تقطيع كبير، ولو الشبكه فيها ايبهات صغيره اقطع لها تقطيع صغيره. ماشي كده؟ طب لما اجي اقطع ازاي يا باشمهندس؟ اقول لك يا سيدي، اول حاجه كده لابد انك تبقى لك نظره فاحصه متفحصه في الرسمه اللي قدامك. ازاي يا عم اسلام؟ اولا الشبكه ده اهي هتحتاج تقطيع، وده اهي وده اهي هيحتاجوا تقطيع 64. ما هو التقطيع عندنا يا عم اسلام يا بيبقى 4 يا 8، ما احنا مش هنضحك على بعض، مضاعفات الاثنين من اول 4، 4 يا 8 يا 16 يا 32 يا 64 يا 128 صح كده؟ يا سلم رحت فين؟ تمام. فالتقطيعات عندنا ال 4 8 16 32 64. طيب انا راضي ضميرك كده، تعالى تعالى كده واحده واحده نعدي عليهم شبكه شبكه. اولا الشبكات ده اهي هيتقطعوا تقطيع 64 ثلاث شبكات اللي هنا دول. طيب والشبكات اللي هي هنا خمسه، ما احنا قلنا خمس اجهزه، واحد على الراوتر واثنين طيارين، يبقى انت كده 8. يعني الشبكات اللي هنا دي تقطع تقطيع 8 ودي كمان تتقطع تقطيع 8. طب الشبكات اللي هي بنسميها بوينت تو بوينت ده اهي نقطة واي بي هين، بس اي بي هين واثنين طيارين اربعة، يعني تقطع اربعة ودي اربعة ودي اربعة ودي اربعة ودي اربعة. يعني من الاخر عندك شبكة هتتقطع او مجموعة شبكات هيتقطعوا 64، ومجموعة شبكات يتقطعوا 8، ومجموعة شبكات يتقطعوا 4. طب لما اقطع اقطع مين الاول يا باشمهندس؟ اقطع الاربعات الاول ولا الثمانيات الاول ولا الاربعة وستينات الاول؟ القاعدة بتقول لك الاكبر فالأقل فالأقل، الأكبر فالأقل فالأقل، الأكبر فالأقل. يعني إزاي؟
يعني اول ما تقطع تقطع ال 64 الاول، ثم الثمانيات، ثم الاربعات ده. نشتغلها ازاي؟ بص يا سيدي، حل المساله، انت ما مش هديك حاجه جديده، حل المساله اللي انت كنت اخدتها. احنا الاول هنبدا نقطع مين يا رجاله؟ 64. هنقول الاول خلينا نشتغل على الثلاث شبكات اللي هنا دول الاول، الثلاث شبكات دول. نقول والله يا باشمهندس انت عندك عدد الايبهات اللي انت محتاجها عباره عن انت محتاج 60 جهاز، واحد على الراوتر واثنين طيارين، يبقى انت بتتكلم يا باشمهندس في 63. 63 يعني 2 اس 6، 2 اس 6 ب 64 تمام. هنقول له انت محتاج كام بت؟ 6 بت. افرض الماسك بتاعك، هو الماسك بتاعك كان سلاش كام؟ سلاش 24. قول له ادي الماسك بتاعه 255 255 255 وادي يا عم 1 2 3 4 1 2 3 4. حضرتك محتاج كام بت؟ قلنا 6. خد ال 6 من على ايدك اليمين اللي بتاكل بيها لو تفتكر يا عم نبيل. والواحدين دول، الصفرين دول محتاجهم؟ لا، اقلبهم وحاجه. طب واحدين والباقي اصفار، لو تفتكروا الجدول اياه اللي قلت لكم تحفظوه. يبقى كده 255 255 255 واحدين والباقي اصفار 192. يبقى الهوب كاونت بتاعتي بكام يا عم نبيل؟ 256 ناقص 192 و بكام ده يا عمي؟ ب 64. يبقى انت الهوب كاونت بتاعتك هتبقى بكام؟ ب 64. تعالى بقى ابدا نط، لما تيجي تنط تنط في الاي بي ادرس. اول شبكه تبدا بيها حضرتك هتبقى 200.1.1.0 سلاش كام يا رجاله؟ سلاش كام؟ 24 وواحدين 26، يبقى سلاش 26. ادي اول نتورك. حضرتك محتاج كام نتورك؟ محتاج 3. النتورك الثانيه اللي عليها الدور تبقى 200.1.1.0 و64 كام؟ 64 سلاش 26. النتورك الثالثه اللي عليها الدور هتبقى 200.1.1.64 و64 128 سلاش 26. حضرتك كنت محتاج كام شبكه تقطعوا ستينات؟ ثلاث شبكات. والثلاث شبكات اهو يا باشمهندس اهي 2110 2164 2111 128. طب وبعدين؟ خد بقى مني دي، نط نطه بزياده. ايه؟ نط نطه بزياده. يعني 128 و64 كام؟ كام يا عم نبيل؟ يبقى 200.1.1.192 سلاش كام يا رجاله؟ سلاش كام؟ لا سلاش ما اعرفش. سلاش كام يا عم اسلام؟ سلاش ما اعرفش. استنى، انت كنت عايز الشبكات دي، الاربع شبكات اللي هنا في الجنب دول اهم يا عم، عملناهم لك اهم. ثلاث شبكات اسف، عملناهم لك اهم اهي. دي في 64 جهاز، ودي في 64 اي بي، ودي في 64 اي بي. ومن اول 192 ده بدايه الفاضي، ده بدايه الفاضي. هقطعه لسه تقطيعه ثانيه على مزاجي، على مزاجي. اه طب سلاش كام يا عم؟ قلنا سلاش ما اعرفش، بس اصبر هقول لك دلوقتي سلاش كام، بس لغايه دلوقتي ما اعرفش. طب وبعدين؟ اقول لك انا وبعدين. بعدين حل المساله من الاول تاني، امسح دول خالص. ايوه، وحل بقى الايه، وحل المساله من الاول تاني. طب احنا قطعنا ال 64ات، هتقطع الاربعات ولا الثمانيات الاول؟ قلنا الاكبر فالاقل فالاقل، يبقى مين يا عم اسلام؟ مين يا سلم؟ الله عليك، الثمانيات. طيب هنقول له كده احنا محتاجين الايباد اللي احنا محتاجينها، احنا طبعا محتاجين شبكتين، كل شبكه فيهم، كل شبكه فيهم هي خمس اجهزه، وقلنا واحد على الراوتر على الجيت واي،
اتنين طايرين اجمالي الجيجي العدد كله كام يا عم اسلام؟ 8، ال8 ب2 اس، 2 اس 3. افرض الماسك بتاعك انهو يا باشمهندس ماسك، ال 26 ولا ال 24؟ الرئيسي بتاع المساله الاساسيه الاساسي اللي هو بتاع كلاس سي ال 24 ده. قول له يا عم ال 255 وادي 255 وادي 255 وادي 1 2 3 4 1 2 3 4. حضرتك محتاج كام بت؟ محتاجين 3 بت. خدهم من على ايدك اليمين اللي بتاكل بيه. تمام. محتاج دول؟ لا، اقلبهم وحاجه. يبقى الماسك بتاعي بقى كام؟ 255 255 255 خمس وحيد ثلاث صفار ب 248. الله يفتح عليك. يبقى الهوك كاونت بكام يا رجاله؟ ب 256 ناقص ال 248 يدي كام؟ يدي 8. حضرتك هتنط بكام؟ ب 8. طب هتنط من اول فين يا باشمهندس؟ من الاول خالص؟ لا، من اول الفاضي، من اول 192. طب ال 192 دي المفروض تبقى سلاش كام؟ عد عدد الوحيد بقى يا راجل. طيب ادي 8 و8 16 و8 24 24 و5 29. يبقى تقول له سلاش كام يا اسلام؟ وبعدين الشبكه اللي بعدها هنط بكام؟ هنط ب 8، يعني 200.1.1. ها 192 و8 يبقى 200 سلاش كام يا عم اسلام؟ حضرتك عايز كام شبكة؟ ادي شبكة، ادي التانية، يعني دي الشبكتين بتوعنا هم، دي ودي. طب وبعدين يا باشمهندس نط نطة بزيادة لو تفتكر. هنط نطة يا عم بزيادة. حاضر عيني. يبقى الشبكة التانية 200.1.1.208 سلاش كام يا عم اسلام؟ الله عليك. سلاش معرفش، سلاش معرفش. عايز تعرف؟ حل المسألة من الأول تاني على التقطيعات الجديدة اللي أنت محتاجها. امسح دول. أنت ما عادش محتاج دلوقتي. أدي شبكة 2 3 4 5 شبكات، كل شبكة فيها 2 أي بي و2 طيارين. ابدأ قطع تقطيع جديد. قول له الأيبيهات اللي أنا محتاجها 2 و2 طيارين، يعني 4، 4 ب2 أس كام؟ 2، يعني أنت محتاج 2 بت. افرض الماسك بتاعك 255 255 255 1 2 3 4 1 2 3 4. حضرتك محتاج كام بت؟ 2. طب والباقي؟ اقلبهم وحايل. الماسك ده بكام يا عم نبيل؟ الله عليك، الله عليك. الماسك ده ب 252. يبقى الهوك كاونت بتاعتي بكام؟ 256 ناقص 252 يديني كام؟ 4. هنط ب 4. من اول فين يا رجاله؟ من اول الفاضي. 256 208 دلوقتي بقت سلاش كام؟ عد الوحايد. 8 و8 16 و8 24 و6. الله عليك، الله عليك. 30 الشبكة اللي عليها الدور هنط بأربعة، صح كده؟ يبقى 200.1.1.212، صح كده؟ 8 و4 12 212 سلاش 30. أنت عايز كام شبكة؟ حضرتك محتاج خمسة. أدي 1 2 3 4 5، أدي شبكتين، أدي التالتة. يبقى 200.1.1.212 و4 216 سلاش كام؟ 30. هذه الرابعة يبقى 200.1.1.220 سلاش كام؟ 30. كده كام شبكة لغاية دلوقتي؟ 1 2 3 4، لسه واحدة كمان. 200.1.1.220 و4 يبقى 224 سلاش كام؟ 30. كده الخمس شبكات اللي عندك. واتفقنا يا عم اسلام احنا دايما بننط نطه بايه؟ نطه بايه يا سلم؟ نطه بزياده، نطه بزياده. 200.1.1.224 و4 228 دي سلاش كام يا عم اسلام؟ دي سلاش
ما اعرفش، لان دي بدايه الفاضي تحسبا لو انت عايز تقطع حاجه تانية. بعد ما كانت الاي بيهات الاول مش مكفيه معاك، لا كفت وفاضت. لو لاحظتوا معايا يا رجاله، مره كان الماسك سلاش 26، استنى ما نجيب لون كده تاني كده عشان تبقى. مره كان الماسك كام؟ 26، ومره 29، ومره 30. ايه ده؟ ايه ده؟ ما هي الفكره كلها، لو انا عايز شبكه ايبيهاتها كبيره، ايبيهاتها كبيره، عدد الوحدات في الماسك بتقل. عايز الايبيهات تقل، كتر عدد الوحدات في الماسك. تقل اكتر الايبيهات، كتر عدد الوحدات في الماسك. ثم الايبيهات في كل شبكه تقل معاك. ايه ده يعني؟ الماسك هو اللي بيتحكم في عدد الايبيهات اللي في الشبكه؟ طب ما الكلام ده احنا قلناه من زمان، هي معروفه المعلومه دي، مش جديده يعني. وبالتالي ايه؟ لو لاحظتوا ان الماسك مره كان 26، مره 29، مره 30، الماسك هنا متغير الطول، وده الدرس اللي اسمه او الموضوع ده بيسموه variable length subnet mask. subnet mask المتغير الايه؟ VLSM. variable length subnet mask. الشبكات المحترمه بتتقطع كده. طبعا الدرس ده انا كنت اديتكم السبنيتنج قبل كده، بس المفروض يا عم اسلام ان ال اقول لك ايه، كان المفروض ان انا اكمل الدرس ده على الجزء بتاع السبنيتنج، ولكن عشان ما كنتوش تقعوا مني، لان كنت شرحت الجزئيه دي كنت بوظت الدنيا ساعتها، كنت هتقعوا مني وكانت الدنيا هتخش في بعضها. فده مين يا عمي؟ ده المفروض ده تكملة الجزء بتاع السبنيتنج. فانت المفروض بقى لما تيجي تقطع ما تقوليش بقى عينك على اكبر شبكة، انا معاك عينك على اكبر شبكة فيها اكبر على الاجهزة، وابدأ قطع. بس خد بالك بقى، خلي عندك عين فاحصة، لان مش كل الشبكات فيها نفس الايبات او نفس العدد بتاع الايبات من جوه. هتلاقي شبكات فيها 60، شبكات عايزة تقطع 8، شبكات عايزة تقطع 16، شبكات عايزة تقطع 24، وهكذا، اسف 64، وهكذا وهكذا. فانت لازم تبقى مصحصح، ولما تيجي تقطع تقطع عم نبيل الاكبر فالاقل فالاقل. ماشي الكلام؟ خليني اديك واجب في النقطه دي، خليني اديك واجب في النقطه دي قبل ما انسى، عشان يبقى انا كده قفلت الراوتنج، عشان يبقى كده قفلت الراوتنج معاك. ادي يا رجاله راوتر، والراوتر ده متوصل براوتر تاني، متوصل براوتر تاني. بعد ما اخلص الرسمه باخد برنت سكرين منها عندك عشان هي خدمة عم اسلام. في هنا 28 بي سي، 28 بي سي، وهنا برضو، هنا برضو 28 بي سي. اما تحت هنا في الجزئيه دي هي 11 بي سي، والجزئيه اللي فوق ديت برضو هي 11 بي سي، ومعاك الاي بي 200.1.1.0/24، يعني حاجه كده كلاس سي لسه طازه خارجه من المصنع، ما اتعملهاش اي سبنيتنج. المفروض حضرتك هتقطع وتوزع الايبيهات دي على الرسمه دي كلها بحيث الايبيهات تكفي، وبعد ما توزع تستخدم راوتنج بروتوكول محترم عشان تراوت ما بين الاجهزه دي وبعضها.
زي مين؟ زي الاي اي جي ار بي، زي مين؟ زي الاوزبير. وانت خدت غيرهم؟ لا ده صعب يا رجاله، يا رجاله. طيب انا على فكره، على فكره انا 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 كنت ناوي اديهولك واجب، وكنت ادخل في موضوع تاني، ولكن بصراحه اصل انا كده خلاص هقفل الراوتنج، خلاص دي كانت اخر حصه في الراوتنج النهارده. بس عشان اضمن معلش انك انت فهمت كويس، انا قاعد معاك النهارده. هنعمل اللاب ده، انا مش هعمل حاجه. انت اللي هتعمل وتوصل وتقطع، تجيب ورقه وقلم كده وتقطع لي، ترسم على الورق. انا هسيب لك الرسمه على الشاشه، الرسمه قدامك اهي، او خد منها برنت سكرين عندك. هتقطع وتوزع. طبعا انت عندك كام شبكه يا عم نبيل الاول؟ الله عليك، 12 12. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. تمام، خدوا بالكم، لاحظوا. انا عارف اخونا حسن، اخونا حسن يقول لي يا باشمهندس على فكره انا بصراحه الوقت ضاع مني، انا عمال بحط في 28 جهاز هنا. يا عم ما تحطش 28 جهاز، حط جهازين بس نبقى متفقين مع بعض ان في هنا 28 جهاز، ماشي كده؟ حط لي هنا برضو جهازين ونبقى متفقين مع بعض، المفروض يبقى فينا 11 بي سي. طبعا لما هتيجي تقطع ام 28 واي بي كمان للجيت واي، يبقوا 29 واثنين طيارين 31، يعني من الاخر دي كده هتتقطع 32. والشبكه اللي هناك دي تقطع كام يا عم نبيل برضو؟ 32. والشبكه اللي فيها 11 دي، 11 بي سي، واحد على الراوتر 12 واثنين طيارين 14، 14 اقرب الى 16. يعني دي هتتقطع 16ات. واللي فوق برضه هتتقطع 16ات. طب والثمن، الثمن ايباد، الثمن الشبكات الصغننين اللي جوه دول هيتقطعوا ايه؟ هيتقطعوا اربعات، صح كده؟ يبقى انا لما اجي اقطع، اقطع مين؟ الاكبر فالاقل فالاقل، يقطع 32 الاول، ثم 16ات الاول والثاني بعد كده، ثم في الاخر اربعه. فاهمين حاجه؟ هسيبك مع المساله. طبعا طبعا ده انا عايزك تعملها عشان اشوفها. وبعدين يا رجاله لما تيجي تعمل يا اسلام، لما اجي احط الاي بي هنا مثلا وليكن 200.1.1.1 سلاش، طبعا مش هيبقى سلاش 24 بعد التقطيع اللي هو فيه تقطع، ده هتقطعه 32. 32 يعني 2 ونص 5 3 وحايد، هيبقى سلاش كام؟ 27، صح كده؟ الاي بي اللي هنا يبقى سلاش 27. حضرتك وانت بتحط الاي بي هنا على الراوتر تقول له اي بي ادرس 200.1.1.1 وتكتب له الماسك ده اللي هو كام؟ اللي هو 255 255 255 224. يبقى كده فاهمني؟ انت لا ده او ده، ده او ده، انت حر، انت حر، واحد اللي انت تحب تشتغل بيه. تمام، انا هسيب لك الرسمه، خدوا منها برنت سكرين لان هوقف الشاشه، خدوا منها برنت سكرين. شفت حسن، حسن خلع اهو لما لقى في مساله وبتاع، خلع. يعني ايه شبكه فاضيه؟ مش فاهم. لا الكلام ده، الكلام ده كان زمان، ما عادش دلوقتي. ما بنسيبش شبكات فاضيه. كان الاول بتسيب شبكتين، دلوقتي ما عادش. عندك زرار على الكيبورد اسمه مكتوب فوق كده، مكتوب بي ار تي اس سي، برنت سكرين.
ما علينا، انا هسيب لك الرسمه، انا هسيب لك الرسمه. ايوه يا حبيبي. طب اتفضل. عندك مسارين للداتا وعايز تعمل ما بينهم لود بالانس، بحيث ايه؟ طب صل على النبي، صل على النبي. هنقول ان في دلوقتي ثلاث مسارات. الراجل اللي المقصود انا سامعه بيتكرر. هنقول ان في ثلاث مسارات، ادي مسار، ادي الثاني، ادي الثالث. حلو الكلام. هنقول ان المسار ده متركه 1000 والثاني 1000 والثالث 1000 كده، هيعمل لود بالانس. يبقى الباكت كده، الثانيه كده، الثالثه كده، الرابعه، الخامسه، السته، السبعه، الثامنه، التاسعه كده. طب لو مسار فيهم وقع هيعمل لود بالانس على الاثنين التانيين. طب لو وقع هيشتغل على ده بس. فاهمني؟ يعني الموضوع اللي انت بتسال فيه ده اصلا هيحصل اوتوماتيك. الا عند اللزوم. انت بتقول انا ثانيه، انت عايز تعمل لود بالانس لما تحتاجه؟ لما خط يقع يعني. انت عايز لما خط يقع، انت ثانيه واحده بس عشان ابقى فاهم السؤال، انت عايز تشغل خط وتسيب التاني احتياطي. لو خط الاساسي، لو الاساسي وقع الاحتياطي يشتغل. طب ما هو اوتوماتيك ده اللي هيحصل سعادتك يعني. لو المصارين شغالين هيشتغل عليهم هما الاثنين. لا لا بس ثانية، انت في عندك مشكلة. بص اقول لك على حاجة، انا اقفل المايك بتاعك الاول واسمعني. خدوا يا جماعة برنت سكرين من الرسمة وسيفوها عندكم عشان تشتغلوا عليها، لان انا هجيب صفحة تانية جديدة. يا رجالة كله خد برنت سكرين، ردوا عليا. كله خد برنت سكرين. ها اللي ما خدش يقول لي انا ما خدتش، واللي مش عارف يقول لي ما انا اعلمه ياخدها ازاي. كله خد. بص انا هقول لك على حاجه الراجل، بص يا عم الحاج، لا ما اقول لك على حاجه مش ما بيشتغلش. انا بص انا هضغط برنت سكرين اهو، انت اهم حاجه شفته الاول الزرار. الراجل اللي كان بيسالني دلوقتي على الموضوع اللود بالانس، بص يا عم الحاج، ادي راوتر وادي راوتر وادي راوتر، فينا راوتر اهو، فينا راوتر اهو. هنقول مثلا وليكن انت مراوت بالاي اي جار في، وادي جهاز اهو، وادي جهاز اهو. حلو الكلام. لو المسار ده متركه 1000 والمسار ده متركه 2000 والمسار ده متركه 3000، حلو كده. المفروض ان الداتا تمشي منين؟ ها طيب فين السؤال على الايميل انه اللي انت اللي بقى. طيب حاضر اللي هو اسلام يا جار بيها. هل يختار المسار الثالث ليكون ثاني افضل مسار مع ان المترك بتاعه اكبر من المسار الثاني؟ ترتيب المسارات في جدول التوبولوجي بيكون افضل.
البتاع ده على ديزاين اوس بي اف ولا ديزاين اي جي ار بي؟ كلام جميل. انت اللي راسم الرسمه دي ولا انت اللي عامل ولا انت جايبها من ايه؟ طيب ما بالظبط كده، على حسب ما انت، على حسب ما انت عامل كده يا راجل يا طيب. ان هنا ده الفيزيبل ديستانس 300، هنا الادفرتايز ديستانس بتاع المسار ده، طبعا ده افضل مسار. الادفرتايز ديستانس هنا 350، اذا لا يصح ولا يليق ان ده يبقى فيزيبل ديستانس، اسف فيزيبل سكسسور. مين السكسسور؟ استنى كده اما اجيب قلم عشان نوضح بس الكلام. بص يا عم اسلام، طبعا المفروض ان الطريق ده، المفروض ان الطريق ده طبعا الفيزيبل ديستنس زي ما انت كاتب كده 300، تمام. الادفرتايز ديستنس هنا برضو 350. طب كده الشرط ما اتحققش هنا طبعا، لان ده افضل مسار، فاكيد ده بيسموه ايه؟ سكسسور. يبقى ده طريق افضل مسار، افضل مسار البنات تعدي من هنا من فوق. طب الطريق اللي تحت طبعا 100 و250 و100، ادي 100 و100 200 يبقى 450. طب اللي فوق 300 يبقى ده اللي فوق افضل مسار. طب هل اقدر ان انا اختار الطريق الثاني ده كباك اب راوت؟ قال لك الشرط بتاعك لابد ان يبقى يا عم اسلام الادفرتايز ديستانس بتاع الفيزيبل سكسسور اقل من الفيزيبل ديستانس بتاع السكسسور، صح كده؟ طب ودي كام؟ دي 350. طب ودي كام؟ 300. الشرط ما اتحققش هنا اهو، يبقى ده لا يليق ولا يصح ان يتم اختياره فيزيبل سكسسور. طب ده يا عم الحاج ده 200. طيب ده 200 و300، تحقق الشرط هنا على ده، يبقى هو ده مين يا عم اسلام؟ الفيزيبل سكسسور. لو المسار ده وقع اوتوماتيك الداتا تتحول وتمشي من تحت. التوتال مترك بتاع المسار ده كام؟ وده التوتال مترك بتاعه كام؟ الله عليك، الله عليك، سؤال محترم. طيب مبدئيا هيبقى ده السكسسور وده مين؟ الفيزيبل سكسسور. حلو الكلام. طيب اسالك سؤال، لما ده يبقى السكسسور، لما السكسسور يقع يتحول الفيزيبل سكسسور ده الى ايه؟ حلو الكلام جميل. طب المسار ده متركه كام؟ ماشي، احنا عايزين بقى نختار باك اب راوت لده، فهنيجي نشوف الطريق التاني. احنا خلاص تم اختيار ايه؟ تم اختيار ده، ده الباك اب راوت فعلا. لو جينا اخترنا الطريق التاني ده عايزين نشوفه بقى هل ينفع يبقى باك اب لده ولا لا. الادفرتايز ديستانس بتاعه، هو بيحسب الادفرتايز ديستانس هيبص يلاقي مين يا عم اسلام؟ هيبص يلاقي التوتال مترك بتاعه افضل اصلا اقل من مين؟ من ده. يقوم عامل ايه يا حاج؟ يبقى ده السكسسور. خدت بالك؟ ينقل ده يبقى ده السكسسور، ويبدا يشوف الادفرتايز ديستنس هنا كام؟ 200. هل ال 200 دي اقل من الفيزيبل ديستنس اللي هنا؟ اللي هو 100 و100 اقل، يبقى ده الفيزيبل سكسس.
ايه رأيك؟ يبقى اذا السؤال بتاعك جميل بصراحة، هيبقى ده السكسسور في الاول واللي تحت الباك اب بتاعه، لو السكسسور وقع هيجي ينقل على الباك اب ويجي يختار طريق تاني باك اب للباك اب، فهيلاقي ان الطريق التاني متركه اقل من مين؟ من طريق الباك اب، يقوم يتحول يخلي ده السكسسور على طول ويشتغل. ماشي كده؟ واضحة الرؤية؟ سؤال جميل بصراحة. لا 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 مفيش اصلا يعني الاوس بي اف بيعمل لود بالانس على المسارات المتساويه المترك. طب لو المترك اختلف ما عندوش كلام من ده. الاي اي جي ار بي بيتميز عنده عن الاوس بي اف انه بيعمل لود بالانس على مسارات متساويه ومختلفه. طب ليه؟ لان حطوا فاكتور جديد فيه اسمه فاريانس، تقدر انت تلعب فيه تخليه ياخد مسارين ثلاثه حتى لو متركهم مختلف يعمل عليهم لود ايه؟ لود بالانس. ماشي الكلام؟ الراجل اللي كان بيسالني، الراجل اللي كان بيسالني عن الموضوع المتريك واللي هيعمل لحد تاني باك اب لحد تاني، الرؤيه كده وضحته ولا هو ايه النظام عنده لسه؟ محمد حسن، طيب يا محمد ركز معايا بقى عشان طب انا جاي لك اهو، والله جاي لك اهو. اقفل بس المايك. طيب عايز تعمل خط احتياطي وخط اساس. بص يا محمد دلوقتي لو قلنا المترك بتاع الطريق ده 1000 والمترك بتاع اقفل المايك. لو المترك بتاع الطريق ده 1000 المترك بتاع ده 2000 المترك بتاع ده 3000، فين الرئيسي الاساسي؟ اهو. وده الاحتياطي ده الطريق رقم 2 وده الطريق رقم 3. طب لو ده وقع ده يخش الخدمه ويشتغل، ده هتمشي من هنا، وقع ده يخش الخدمه وده هتمشي من هنا. ماشي يا محمد؟ محمد السؤال ايه بقى؟ الاوس بي اف والاي جي ار بي بالنسبه للاثنين عادي جدا مفيش مشكله. طب حضرتك ثانيه واحده بس. دلوقتي انت بتقول الاوس بي اف بيعمل لود بالانس على المسارات المتساويه. طب خلي ده يا عم اي جي ار بي هيعمل لك لود بالانس. هيعمل الاي اي جي ار بي ما بيعملش لود بالانس على المسارات المختلفه الا اذا انت شغلته. طب انا ما شغلتوش خلاص زيه زي الناس، هيمشي من فوق، وقع هيمشي من الطريق الثاني، وقع هيمشي من الطريق الثالث. فاهم حاجه؟ بس كده خلاص اسيبكم تحلوا المساله بقى. هسيبكم تحلوا المسألة. هديكم كده بريك كده 10 دقايق أو ربع ساعة حلوا المسألة كده ونتكلم بعد ربع ساعة. ها وصلت لإيه؟ طيب تمام، يعني التوصيل تمام شغال تمام وعملت سبميتنج. طيب الله يعينك، الله يعينكم يا رجال، انا في انتظاركم. اسيب لك المساله للحصه الجايه بس بشرط تحط لي فيها اتش تي تي بي سيرفرز ودي ان اس سيرفر.
يعني تحطولي ماشي، انا بتكلم على الاجمالي. ماشي يا اسلام، لو انا سبت لك المساله للمره الجايه اعتبرها كواجب، ان احنا النهارده مش هناخد حاجه زياده غير اللاب ده. هقول لك ايه، هتحط لي فيها مواقع HTTP سيرفرز و DNS سيرفر عشان لما اجي اكتب www.yahoo.com يدخلني عليه. قلت ايه؟ هنا اي حاضر. لو انا جبت لك لاب، يعني مثلا خليني مثلا يعني لاب زي اللي انا هفتحه ده دلوقتي، لاب زي ده يا شباب، لاب زي ده، انا ممكن اعتبر السيرفر 12001 ده اعتبره HTTP سيرفر واشغله ك HTTP سيرفر، سيرفيسز اهي شغاله ك HTTP. انا لو فتحت جهازي ده، اللاب ده متروت على فكره، لو قلت له ادخل على 12001 ايه الاخبار، المفروض ان هو فتح معايا سيسكو باكيت تريسر، ولو ضغطت على ايمج فاوند ايمج كلام من ده شغال اهو، موقع اهو. طب انا هسمي الموقع ده، هسميه www.cisco.com مثلا، ماشي الكلام. هل ممكن مثلا اشيل الجهاز ده، ممكن اقطع الجهاز ده خالص واجيب مكانه سيرفر واشغل السيرفر ده كدي ان اس، وصل يا عم هنا كده، وادي الجهاز ده اي بي وليكن 13005 والجيت واي بتاعي 13001 0182. طب انت هتشغل الراجل ده ايه؟ هشغله كدي ان اس سيرفر، اقول له سيرفيسز وانت يا راجل دي ان اس، واقول له نيم www.cisco.com والادرس بتاع cisco.com كام؟ اضيف له الموقع اللي هو cisco.com، الادرس بتاعه 1200 كام؟ 1200 1. واقول له اد، عايز اضيف موقع تاني احط الدومين نيم والاي بي واقول له اد. حلو الكلام. دلوقتي يا رجاله، لو انا جيت دخلت فتحت جهازي ده، خشيت على البراوزر وقلت له دخلني على www.cisco.com، يدخل ولا ما يدخلش يا اسلام؟ لو دخل يدخل ولا ما يدخلش؟ الله عليك الله عليك، كان لازم وانت هنا تكتب الدي ان اس اللي انت هتروح تساله. المفروض دي ان اس سيرفر كام رجاله؟ 13.5. المفروض تجري كده بالظبط وتقول له روح اسال الدي ان اس بتاعك هيبقى 13.00 كام؟ 5. تعال بقى جرب كده، قول له www.cisco.com ايه الاخبار، المفروض يفتح.
بقول لك هوست نيم نوت ريزولفد، في مشكلة. هذا الراجل ده كدي ان اس، كدي ان اس. شوف معمول له ايه؟ اوف، لازم تقول له اون. تعال جرب بقى كده تاني. ضرب 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 سيسكو دوت كوم، قول له جو. تمام، ايه رأيك؟ فتح معايا الموقع. الراجل اللي كان بيسأل ازاي بعمل دي ان اس وازاي بعمل اتش تي تي بي سيرفر، الموضوع بتاعي بسيط خالص. ماشي يا رجاله، شوف ده انا عايز اشوف في الواجب اللي انا اديته لك، حط لي كذا اتش تي تي بي سيرفر ودي ان اس واحد يخدم عليهم كلهم. ماشي يا عم اسلام، طيب تمام. اشوف ده بقى ان شاء الله عم نبيل المره الجايه، وفي حط لي اتش تي تي بي سيرفر ودي ان اس. ماشي يا رجاله، اشوفكم باذن الله على خير المره الجايه، وتصبحوا على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.